قالت صحيفة مونكورا المتخصصة في الشؤون والقضايا الحكومة الإسبانية إن الدول المجاورة لإسبانيا وعلى رأسها إيطاليا والمغرب يواصلان تحديث ترسانتهما العسكرية خاصة الجوية، في حين أن مدريد تتخلف عن الركب بسبب ضعف الميزانية المخصصة لتسلح في هذا المجال. وأشارت صحيفة الإسبانية المذكورة أن سلاح الجو الإيطالي تمكن مؤخرا من الحصول على طائرة ذات قدرات متعددة خاصة في المجال الاستخباراتي كالإنذار المبكر وجمع المعلومات والحرب الإلكترونية، مضيفة أن المغرب بدوره من المرتقبة أن يحصل على طائرة مماثلة خلال العام الجاري. وأضاف موقع مونكلوا في هذا السياق أن إسبانيا لم تستبدل الطائرات التي كانت تستعملها في الرصد والمراقبة وجميع المعطيات الاستخباراتية، لكن بالمقابل لم تشر إلى نوع الطائرة أو الطائرات التي سيحصل عليها المغرب التي ستكون بقدرات استخباراتية تتعلق بالرصد والمراقبة والتجسس. غير أن تقارير إعلامية متخصصة سابقة كانت قد اطلعت عليها الصحيفة كانت قد تتحدث على أن المغرب أبرم في سنة 2019 مع شركة أمريكية عقدا من أجل الحصول على 4 طائرات من نوع جولستريم الأمريكية المتخصصة في الرصد والمراقبة، ونص العقد أن المغرب سيبدأ في الحصول على هذه الطائرات بشكل تدريجي. كما يلاحظ توجه المغرب أيضا في السنوات الأخرى إلى تعزيز قدرات في مجال التسلح الإلكتروني، حيث أبرم صفقة مع شركة أسيلسان التركية المصنعة للأسلحة بقيمة 50 مليون دولار من أجل الحصول على منظومة كرة للحرب الإلكترونية وفق ما كشف عنه موقع جلوبال ديفونس. نشكركم على حسن المتابعة.